راديوس. أيها الحضور الكريم، بداية باسم السيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة وباسم كافة أطر وموظفي هذه المنطقة، وقد أتقدم إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبية هذه الدعوة وحضوركم لمشاركة أسرة الأمن الوطني الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. إن أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة لا يغمرها في هذه اللحظة شعور عميق بالفخر الكبير والاعتزاز العظيم أن تتقاسموها فرحتها في هذا اليوم الذي يخلد للاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وتخصيص لهذه الذكرى الغالية من الحفاوة ما يليق بأهميتها ومغزاها التاريخي. أن يبقى نساؤها ورجالها جنوداً مجندين وراء جلالة الملك نصر الله لحماية أمن واستقرار رعاياه الأوفياء، وذلك تجسيداً للإرادة الملكية السامية الهادفة بالأساس إلى تكريس عمل أمني منسجم وهادف يتناغم مع تطلعات المواطنين، مع الحرص على الاستمرار في تأمين محيط المؤسسات التعليمية والتربوية من خلال العمل الذي تقوم به فرقة خاصة مكلفة بهذه المهمة، مع الإبقاء على التنسيق والتواصل على القيمين على الشأن التعليمي بهذه المدينة في كل ما يتعلق بالأمن المدرسي. وإلى جانب كل هذا تقوم الخلية المحلية للتواصل بتأمين الاتصال الدائم مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وضمان الحق في المعلومة الأمنية. شكرا. إنها لمن دواعي الغبطة والسرور أن تخلد المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. هذا اليوم الذي تميز باحتفالات كما تمت مشاهدتها من طرف مجموعة من الفرق الأمنية من مختلف التخصصات، فرق الدراجين، فرقة الكلاب المدربة، كذلك فرقة الهيئة الحضرية، مجموعة التدخل السريع، كذلك الفرقة الجوية للتدخل، بالإضافة إلى وصلات غنائية من إعداد كذلك وإنشاد مجموعة من المؤسسات، تلاميذ مجموعة من المؤسسات الخصوصية المتواجدة بمدينة الداخلة.
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الماضي العريق لهذه المؤسسة العتيدة. كذلك عرفت المناسبة وصادفت ذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، صادفت تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ذلك مركز المختبر التحليلات والفحوصات الخاص بأفراد الأمن الوطني وعائلة وأسرهم، كذلك الأرامل والأيتام والمتقاعدين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.